بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربي عزيز ملاكم اكس بطل المغرب اكس بروفيسيونيل اكس محترف وبطل ايطاليا 81 82، من مواليد 1954، درب غلف. لنا تاريخ في هذه الرياضه والحمد لله، حبنا لهذه الرياضه اللي دخلنا بعد 40 سنه ديال الهجره كنجي لهذه البلاد السعيده، وربما كندير حاجه اللي هي ربما ما شفتهاش من قبل مني ولا من ورايا، هو انه كنجي للبنيه التحتيه كندير ربعه ديال لي صال ديال لابوكس. اول صال اللي هي شباب درب غلف الملاكمه، شباب المعارف الملاكمه، شباب الرابطه للملاكمه، شباب العود الابيض للملاكمه. فهادشي كله مقابل باش نحيو الشباب ونحيو هاد الرياضه في هاد البلاد. وهادشي الحمد لله كنطوعوا من جيبنا وكنتعاونوا من رزقنا، من داكشي اللي بنيناه برا جينا للبلاد باش ناسسوا شباب. للاسف المشاكل اللي لقيت في البلاد انايا، فمنذ 10 سنين وخاصة كنتكلم على درب غلف، لاصال اللي عندي في درب غلف ولاصال اللي عندي هنا في الأزهر، اللي أبطال كثيرة وكثيرة اللي دازوا هنايا وللأسف ما عمرنا لعبنا، غير مقبولين بالنسبة للجامعة الملكية. كان السي اللوميني كان كيتحكم في الجامعة كان حبسنا، ودابا السي جواد بن الحاج راه على بال منا، حنا راه حنا كاينين، راه كاينين ربعة الفراقي. ومع المعلومة أن السي جواد بن الحاج في الاجتماع ديال 2012 مع مولاي رشيد مشيت وتكلمت معاه بجهر امام العالمين، وقال لي بحالكم الناس ديال برا، بحالكم اللي بغيناكم تدخلوا وتعاونوا وحنا معاكم وحنا نعاونوكم، ولكن من هذا الشيء كله ما كاين حتى شي حاجه من هذه الملاكمه الحاليه، ما شتى شي حاجه. لانه اقل ما نديروا لو كان كل واحد كيجي من برا وكيدير صال ديال البوكس لما كانوا عندنا تبارك الله الشباب. لكن للاسف الناس اللي كتجي راهم هما كيجيو لي بروفيسيونيل، راه كيجيو يستافدوا من البلاد. حنا جينا عطينا للبلاد، بغينا نعطيو للبلاد كما اننا لنا غير على البلاد، بدينا بالبنيه التحتيه. فعلى اي حال اللي بغيت نقول هو كاين بعض الناس اللي هما دابا حاليا الجامعه وهذا فخاص بزاف ديال التغربيل. فالسي جواد بن الحاج اقر لنا ان بحالنا بحالكم انتم اللي بغينا يتعاونوا وهذا وهذا، وللاسف انا لحد الان 10 سنين وعندي ربعه الفراقي ديال البوكس وما عمرني لعبت البوكس. علاش؟ محبوس، انا محبوس، كان حابس للوميني باش ما نلعبش، قال لك عندك عندك الاخلاق ديالك وخصك تصيفط برال للرئاسه، وانا تنصيفط برا انايا، وانا كندير من جيبي كنكون من جيبي نزيد نصيفط لك لبرا نتايا، لا يعقل هذا الشيء. احنا جينا نخدموا هنا ولا جينا نصيفطوا البراوات؟ راه ما كنلعبوش والدراري كيضيعوا. انا راه في احسن منطقه فين كاين لي كرون بوكسور حاليا ديال المغرب في الازهر ونواحيه والبرنوصي، وكذلك انا عندي لاصال في درب غلف وعندي في الولفه، وللاسف راه ما كنلعبوش. حنا واقفين حابسنا الجامعه الملكيه، ما عرفناش السي جواد بن الحاج واش كاين ولا ما كاينش، ما عرفناش الجمعيه وشكون اللي كاين في هذا الجمع العام، ما عرفنا حنا كيفاش كيدوز، ما عرفنا شكون اللي كيترينيو، كنسمعوا ناس لا علاقه لهم بالرياضه، ما عمرهم لعبوا البوكس، هما اللي شادين البوكس. وللاسف كثير ما يتقال، كاينه الهضره كتعطيونا الهضره مني كان مرحبا جيو من برا تعاونوا، وراه والو. انا 10 سنين وانا كنضرب، 10 سنين وانا كنتحارب على هاد الرياضه ديال البو، 10 سنين وانا كنخسر من جيبي، وهذا الشيء راه نحق. وانا الا وقفوا معايا اللي بغى يوقف السلطه ولا الناس ولا الشبيبه والرياضه، راه كنخسر من جيبي كنخسر، وما وصلتش نلعب مباراه، ما وصلتش نلعبها. انا راه ما باغي رئاسه، ما باغي حتى شي حاجه، واتمنى هادشي يوصل للسي جواد وياخذ بعين الاعتبار، حيت غنبقى ديما نهضر معاك.